اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنش الا علي ايدي بتشفي علي لمسة واحدة بس منه تكفي اطلبه هتلاقي وعد للسبب أحباء المشاهدين في كل مكان في العالم بحييكم برحب بيكم ترحيب خاص في هذا الصباح أو هذا المساء إذا كان عندكم مساء وبنقول لكم جايين نشارككم الصلاة وجايين نصلي من أجلكم وجايين نصلي معاكم ومحتاجينكم كمان تصلوا معنا النهاردة الحلقة أطلبوا تجدوا جايين نطلب وجه الرب زي كل مرة بنيجي فيها قدام السيد ونقول له نحوك أعيننا نحوك أعيننا في كل اللي بيحصل في العالم نحوك أعيننا في كل المخاوف اللي بتجري في المسكونة نحوك أعيننا يا رب في كل مضطرب ومتضايق ومتألم ومريض احنا منتظرينك تيجي وتعظم فتاك القدوس يسوع فيما بيننا بيشرفني يكون معايا في الحلقة النهاردة الأسيس أليكس حنة أهلا بيك أسيس أليكس الرب يباركك ويستخدمك مرحب بيك أخت سلوى بشكرك وبشكر قناة الكرمة على الاستضافة وبشكر جميع بارك. المشاهدين والمشاهدات ومتوقعين أن الرب يتحرك بمجد إلهي وأمان يسوع. سماوي ياخدنا كلنا للموضع الأمين في اسم الرب يسوع أمين عشان كده الحلقة النهاردة اسمها الموضع الأمين احنا كلنا عايزين نجري على الموضع الأمين ليه؟ لأن نفوسنا مضطربة لأن الكل منزعج لأن الكل دايخ وتعبان علشان كده بنقول له النهاردة عايزين محطة راحة عايزين محطة راحة عند قدميك يا رب عايزين إيمان يغلب الخوف وعايزين إيمان يغلب القلق وعايزين إيمان يغلب الفشل والرعب اللي جوانا ويحوله بقوة الإيمان إلى نصرة غير عادية في اسم الرب يسوع هنقرأ بعض الأعداد من سفر إشعياء أصحاح 22 من عدد 15 إشعياء 22 15 لحد آخر الأصحاح وحنشوف الروح القدس عايز يقول لنا إيه بيقول هكذا قال السيد رب الجنود اذهب ادخل إلى هذا جليس الملك إلى شبنة الذي على البيت ما لك ها هنا ومن لك ها هنا حتى نقرت لنفسك ها هنا قبرا أيها الناقر على البيت ما لك أيها الناقر في العلو قبره الناحت لنفسه في الصخر مسكنا وذا الرب يطرحك طرحا يا رجل ويغطيك تغطية يلف لفا لفيفا كالكرة إلى أرض واسعة الطرفين هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك وأطردك من منصبك ومن مقامك يحطك ويكون في ذلك اليوم إن أدعو عبدي اليقيم ابن حلقية وألبسه ثوبك وأشد بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح وأثبته وتدا في موضع أمين ويكون كرسي مجد لبيت أبيه ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه الفروع والقضبان كل آنية صغيرة من آنية التصوص إلى آنية القناني جميعا في ذلك اليوم يقول رب الجنود يزول الوتد المثبت في موضع أمين ويقطع ويقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه لأن الرب قد تكلم الحقيقة عندنا كلام كتير عن الرؤية اللي شافها إشعياء والربكة والتعب اللي شافه من أورشليم ومن يهوذا والأسيس أليكس هيوضح لنا إيه هي الرؤية دي وإيه اللي شافه إلى أي شيء يرمز لكن أنا عايزة أقول قبل ما نبتدي الكلام مع الأسيس أليكس إن كلنا دلوقتي في حالة اضطراب شديد في العالم كله كل اللي احنا شايفينه في الأخبار كل اللي بنسمعه على التليفونات كل اللي بنتكلم فيه مع بعض كله اضطراب في اضطراب في اضطراب
عشان كده الحلقة دي هتبقى حلقة صلاة لأجل العالم كله، لأجل كل منطقة من مناطق العالم مضطربة، سواء في أوروبا، سواء في بلادنا العربية الحبيبة، سواء في أمريكا. العالم كله فعلا زي ما تقال عن أواخر الأيام، كرب أمم بحيرة، الكل محتار، الكل مضطرب، الكل منزعج. كل التليفونات مفتوحة من دلوقتي، بس لينا طلب عندكم في المسيح. طلبات الصلاة سيبوها لنا مع السكرتارية، هم هيجيبوها لنا وإحنا هنصلي لها. لكن كل اللي يعمل مداخلة من فضلكم يدخل يصلي معانا لأجل بلادنا العربية، لأجل أوروبا، لأجل أمريكا، لأجل كندا، لأجل كل لخبطة في العالم. النهاردة مفيش بيت ما بيتكلمش عن فيروس كورونا. إحنا مش خايفين على فكرة، على فكرة إحنا عندنا سلام كامل، إحنا واثقين إن لينا حماية إلهية، وأعتقد إن ده شعور كل أولاد الله، إن نحن الذين بقوة الله محروسين، مفيش كلام. بس إحنا عايزين نطمن الناس المرعوبة، ونطمن الناس اللي خايفة، ونقول له لو جيت للمسيح، لو اترميت عند رجليه، لو طلبت خلاص نفسك، لو سكن فيك بالروح القدس، لو قوى إيمانك الضعيف، هتبقى بطل، وحيشيل كل خوف جواك ويحوله لسلام وأمان. لأن يا جماعة إحنا الشعار بتاعنا تماما إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. عشان كده إحنا مش قلقانين، بس إحنا قلقانين على الشعوب وعلى بلادنا الحبيبة. النهاردة سمعنا طبعا مصر في الهيروكين والأمطار الفظيعة اللي هي يعني خلت 2 قطارات دخلوا في بعض النهاردة من حوالي ساعة ونص أو ساعتين، وطبعا في إصابات أكيد جامدة لسه ما سمعناش إيه اللي حصل. والأمطار هناك لأنها مش مجهزة لهذه الأمطار، من 26 سنة الهيروكين ده ما جاش مصر، فطبعا الدنيا متلخبطة جدا. ونفس الكلام ده سمعناه في بيروت، الدنيا تعبانة لأن الهيروكين ده مر بأوروبا، وسمعته النهاردة في التليفون في ألمانيا يا أسيس. وإيطاليا طبعا تعبانة جدا جدا، والفيروس فيها نسب عالية هناك. فعايزة أقول بلاد عربية فيها اضطراب، بلاد أوروبية فيها اضطراب، أمريكا فيها اضطراب، قرارات كتيرة، الطيران كله بيقف، حاجات كلها لخبطة في لخبطة. عشان كده عايزين نقول للرب إحنا جايين قدامك لأجل العالم. أنا بطالب في اسم يسوع المتشفعين، المؤمنين المتشفعين، تعالوا ادخلوا معانا وصلوا معانا، وهنفتح الخطوط للصلوات. أمين. لأجل العالم، علشان الرب فعلا يفتقد المسكونة، والرب ينهي على الفيروس ده. وعلى فكرة أنا متأكدة أن الرب لو أنهى الفيروس ده سواء بفاكسين أو من غير فاكسين هيكون بسبب صلاة المؤمنين بس. أمين. مش أكتر، لأن هو سامع الصلاة وإليه يأتي كل بشر. أسيس أليكس، قبل ما نبتدي صلاة بس ادينا فكرة عن الرؤية بتاعت أشعياء اللي شافها بخصوص أورشليم والمدن اللي حواليها. الوقت ده كان وقت حروب روحية كبيرة جدا بتحصل. والقتلى اللي كانوا في أورشليم بيقول عنهم ليسوا قتلى السيف، كانوا قتلى بأسباب أخرى. بيقول عنهم المدينة امتلأت، المدينة العجاجة، القرية المفتخرة، قتلاك ليس قتل السيف ولا موت الحرب. يعني مش دي حرب وجه لوجه، لكن في حرب خفية دلوقتي، في حرب ميكروبات، حرب فيروسات، حرب فيضانات، حرب هوريكين زي ما سمعنا، حروب كتيرة جدا. الحروب دي يعني بيقول حتى الرؤساء ما يدروش عليها، الرؤساء أسروا بالقصي، وكل الموجودين أسروا معا، يعني محدش قدر لا بفلوسه ولا بقدراته ولا بقوة العقلية أو المادية إنه ينجو من هذه. بيقول أبكي مرار، لا تلح بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. الخراب أكبر بكتير جدا. ويقول يوم شعب، يعني يوم شغب ودوس وارتباك، يوم صراخ على الجبال. كل الشعوب اللي حواليهم، إيلام وأشور، دخلوا بمركبات
وكشفوا عن الحروب اللي هي مستخبية واللي طلعت، وقال أفضل أوديتك ملقانة مركبات. فالشعب لما حاول أن يواجه هذه الحرب أول حاجة دخل إليها أسلحة بيت الوعر اللي كان سليمان بيبني مدن عظيمة جدا بيخزن فيها أسلحة، بيخزن فيها أموال وذهب وفضة وداود، ولجأ للقوة البشرية ما نفعتش، كل المتخزن من الأسلحة وكل الأموال وكل الثروة ما نفعتش. بيقول رأيت شقوق المدينة، شقوق مدينة داود صارت كثيرة، حاولنا نلجأ لمياه البركة السفلى. مياه البركة السفلى دي المياه اللي بيخزنها الشعب لوقت الحرب. كانت أورشليم أقوى مدينة في العالم لأن كان عندهم مداخل خفية بيزخروا فيها المياه، كل مياه الأمطار والأمطار الغنية بيحطوها في برك خفية اسمها البركة السفلى، بحيث لو حصرهم الأعداء من كل جهة يبقى عندهم مياه ويبقى عندهم طعام. فبيقول لجأوا أخيرا لهدم البيوت، بنسمع البيوت بتقع في الأمطار بتقع في السيول، ونفس المنظر اللي حاصل حصل من حوالينا في العالم كله. لكن بيقول لهم طيب إيه رأيكم النهاردة لو نيجي ننظر إلى الصانع، صانع كل الأشياء وخالق كل الأشياء بكلمة قدرته، بدل ما تنظر حواليك وتنظر للمخاوف وتنظر للأمراض وتنظر للفيروسات، الذين نظروا إليه استناروا وجوههم لم تخجل. بس على فكرة الخوف مش ضد الحذر، لأنه مثلا أنا كنت مدعو المؤتمر في مكان معين لكن السفريات اتلغت على مستوى أمريكا بأمر من رئيس الجمهورية، فأنا برسل اعتذار بيقولوا لي اختي سلوى وانت خايف ولا إيه؟ احنا مش خايفين، الخوف بيحترم يعني الرؤساء وبيحترم يعني لما بيقول ما تسافرش يبقى ما تسافرش، لما بتيجي تعليمات ده مش خوف، لأنه صح الخوف اللي بحسب مشيئة الله اللي بينشئ توبة لخلاص بلا ندم. الرب بيعلمنا ان احنا نخضع للرئاسات والسلاطين ونخضع للتعليمات اللي بنسمعها، مش خوف لكن الحذر. يعني في ناس نزلت في وسط المطر وتصورت في السيول، ده مش يحميك من التهاب الرئه وانك تقول ان انا جدع وما يهمنيش السيول والامطار. حتى بولس يعني لما احاط به الخطر تدلى من طاقه في زنبيل وهرب. فان احنا ناخد حذرنا، فده مش خوف وده مش رعب. وفي نبوة حلوة جات لمصر في وسط السيول وفي وسط الاضطرابات، كانت سيندي جيكوب من كام سنة بتتنبأ وبتقول في مصر في وقت هيجي تغير شديد جدا في الوزر وفي الطقس وأمطار وسيول وتورنيدو وكل الأمور دي، لكن ده هيكون علامة المطر المبكر والمتأخر، وده هيكون علامة على أنه مصر دخل على وقت بركة وقت نهضة غير عادي. الحقيقة لما بنبص للضربات في الاتجاه اللي بتيجي فيه لازم نميز ما بين الخير والشر. ليه؟ لأنه شعب الرب كان عايش في وسط الضربات بحسب مزمور 104، كان بيشوف البرد وكان بيشوف النار وكان بيشوف الضفادع وكان بيشوف الزلازل والجراد والغوغاء وبصورة محيطة. بس لما تقرأ مزمور 104 تلاقي ان الرب بيقول لهم انت شايف ايه؟ صحيح الموضوع خربان من كل ناحية، بس انت كشعب هتطلع بفضة وذهب من الضربات، انت كشعب هتطلع الى ارض تفيض لبنا وعسلا. الاتنين شايفاه عنينا، الخراب والدمار والضربات من حوالينا في كل مكان، بس انا بدعوكم اقرأ مزمور 104 واعرف نهاية في اتجاه للضربات وفي اتجاه للبركات. اتجاه الضربات رايح في اتجاه يعني ضد مشيئة الله او العصيان والتمرد، واتجاه البركات هتطلع من حربك وهتطلع من ظروفك بصورة افضل وبحياة افضل. عشان كده دعاهم الرب هنا، الشعب يأس، وصل لدرجة اليأس، قالوا نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، مفيش فايدة، الموت محيط من كل ناحية. ولكن الرب دعاهم قال لهم ده في واحد اسمه شبنة اللي هو رئيس سلطان الهوى، ده جليس الملك، ده اللي قاعد في بيت الرب بينهبكوا وبيسلبكوا وبيسرب أخباركوا للأعداء، عشان كده الجبهة مفتوحة، خش اتكلم
لعدو الخير. عشان كده احنا هنصلي النهاردة هنتكلم لشابنا اللي هو رئيس سلطان الهوى اللي قاعد بيجلس في هيكل الله وبيظهر نفسه انه اله مسيطر على الاحزاب على الاحداث، ونقول له مالكش حاجة هنا، مالك ها هنا، ومن لك اللي انت بتحفره ده كله نقرت لنفسك. بيقول له الناحت لنفسه في الصخر مسكنا. مين الصخر؟ صخر الدور، شخص ربنا يسوع. فاحنا هنيجي نحط الحروب ونحط السيول والفيضانات وكل اللي هيصلوا معانا واللي هيدخلوا يصلوا معانا في الصخر. هندفن حروب المميتة القاتلة، الفيروسات والأوبئة والتهديدات والهوريكين، فهندفن في الصخر. لأنه بعد كده بيقول لهم الرب يطرحك، يلفك لفيف الكرة. مش احنا اللي هنلف حوالين نفسنا، مش انت اللي هتحتار، مش انت اللي هتنضرب، لكن باسم الرب يسوع بنغلب بدم الخروف وبكلمة شهادته. عشان كده بقول له انا اطردك من منصبك ومن من مقامك. كل طلبة وكل صلوة بننتهر، بيقول له ينتهرك الرب يا ابليس. نحن شعلة منتشلة من النار، بيمس الفم بجمرة من على المذبح، وبيعطينا أن نكون منتشلين من وسط الموت والنار. وبيقول له كمان في مفتاح للنصر اسمه مفتاح بيت داود. إيه المفتاح ده؟ المفتاح ده مش في إيدك أنت ولا في يد إنسان ولا بشر، لكن المفتاح ده على الكتف. إيه اللي اتحمل على الكتف؟ هو صليب ربنا يسوع اللي حمل الصليب. عشان كده هنيجي عند الصليب نتوب النهاردة، وهنيجي عند الصليب نوضع الحروب. والمفتاح فإنه بركة بتتفتح والله يغلق على أبواب الحروب، يغلق على السيول، يغلق على الفيضانات، يغلق على المخاطر، وبعدين بيجي بينا في الموضع الأمين ويعمل عملية استبداد. مكالمة الأول يا حضر أسيس بعد فضل. إذنك معنا الأخ هاني من نيوجيرسي. أهلا بيك يا أخ هاني، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا بيك ماما سلوى، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا خير، ربنا يبارككم. ربي يبارك. أهلا بيك جناب الأسيس المحبوب أليكس، ويباركك يا أختي سلوى، ربنا يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه. وأنا يعني متابع الحلقة، وماما سلوى قالت الخطوط مفتوحة للمتشفعين، فلو تسمحوا لي أكون بتحب معاكم. طبعا صلاقة قصيرة من أجل الأرض ومن أجل العالم، عشان أدي فرصة لإخواتي المشاركين الآخرين. تفضل يا أخي. يا رب أنا جاي بتحد يا رب مع إخواتي يا رب النهارده في قناة الكرمة يا رب، ومع كل إخواتي المتشفعين في كل الأرض وأينما وجود يا رب، جايين النهارده على حساب دم يسوع المسيح يا رب، جايين بنشكرك لأنك تستخدم المتشفعين الذين يحملون قلب يسوع يا رب في التضرعات والتشفعات لأجل يا رب، نصلي لأجل الأرض أن تكون يا رب بترجع إليك وتتوب إليك يا رب. العالم كله، العالم كله يا رب قد ضل، العالم كله قد بعد، لكنك أنت تنادي عليهم وتقول يا رب إذا تواضع شعبي وصلوا وطلبوا وجهي وركعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. يا رب النهاردة أنا بنصلي أن الزلزال اللي حاصل في العالم بسبب فيروس كورونا يهز القلوب يا رب، يهز القلوب أن الناس تتوب وترجع يا رب. ده يا رب ده عينة صغيرة جدا من اللي هيحصل في الدقيقة العظيمة. أيوة. بعد اختطاف أيوة. الكنيسة. أيوة. يا رب النهاردة جايين بنتحد ان يحدث نوع من الاتفاقة والاستنارة يا رب، وان يعودون ويعرفون كل واحد يا رب يعرف حجمه يا رب، زي ما قال داود اما انا فدودة لا انسان. يا رب احنا صغيرين قوي قوي مهما تعالينا وتكبرنا ومهما عانتنا يا رب، النهارده احنا بنعرف حجمنا وبنتوب عن نفسنا وبنتوب عن الارض كلها النهارده يا رب، لاجل يا رب ان شعب العالم كله يعرف ويدرك ان هناك اله عظيم قدير. أيوة. مثل امام الكون وبينادي ويصرخ منذ القديم ويقول التفتوا الي يا جميع قاسي الأرض لأني أنا الرب وليس آخر. أيوة. يا رب النهاردة. أيوة. أنا بصلي أن العالم يتوب، العالم يرجع إليه، العالم يحترمك ويحترم كلمتك ويحترم مهبتك ويسير بمخافة يا رب. أنت قلت توبة للرجل المتقي الرب. يا رب النهاردة أنا بصلي أن كل واحد، كل أخ وكل أخت يكون بيتقوا الرب،
مكتوب عن هذا الرجل أنه لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت ومتكلا على الرب. يا رب النهاردة يا رب أنا بصلي أن الأخبار المزعجة ما بتقلقش ولادك المؤمنين، لأن زي ما قال داود بسلامة أصطبع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني، وأنت الذي قلت أما المستمع لي فيسكن آمنا ولا يخشى من خوف الشر. يا رب النهاردة أنا بشكرك لأجل السلام اللي مالي قلوب ولادك المؤمنين. يا رب أنا بشكرك لأن احنا نور للعالم حتى في السلام اللي مالي قلوبنا. لا تهتز لنا شعرة، لأننا ضمنين أبديتنا، لأننا عارفين بمن قد آمنا، لأن احنا عارفين يا رب احنا رايحين على فين. لكن يا رب احنا الأمين على هذا العالم الذي يا رب يسير في الظلمة، هناك سحابة منظمة تأتي على الأرض يا رب، والكثيرين لا يدركون، الكل ملهي يا رب في العبث وفي الخطية وفي الشرور، والسحابة تقترب أشد فأشد على الأرض يا رب. المكتوب في الكتاب أن الأرض منقلب يا رب. أنا بصلي استنارة من هذا الزلزال، من الفيروس الغير مرئي اللي احنا مش شايفينه بالعين المجردة، لكن عامل رعب في البيوت وعامل رعب في المجانس. يا رب تعالى بتوبة، تعالى بتوبة بالروح القدس يا رب، بكت القلوب كي تعود وتتوب. يا رب سنفرح معا بالتائبين، سنفرح معا بإخوتنا الذين رجعوا إليك يا رب، لأن مكتوب عنك أنك لا تشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويتوب. بنشكرك على قلبك الطيب، بنشكرك على النعمة اللي احنا فيها، بنشكرك على العرض اللي انت تقدمه للأرض كلها، أن تتوب وتعود إليك يا سيدنا الرب. بكل الشكر والحمد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين آمين. مبارك اسم الرب. تحب نصلي؟ هللويا. شكرا يا أخ هاني، رب يباركك. احنا هنكمل صلاة بعدك. آمين. والخطوط مفتوحة زي ما بقول، أي حد من الأبطال المتشفعين ادخلوا صلوا معنا، لو الروح القدس قالك ادخل صلي هللويا. حتى من داخل الكرمة أنا بنادي على ناس. هللويا. لو الروح القدس قالك ادخلي صلي، ادخل صلي، تحرك على طول وتعالى تشفع معنا وارفع إيديك وقلبك للرب، وأنا واثقة إن الرب هيعمل حاجة، وحاجة مهمة جدا. هللويا. ورائعة جدا. مين. لأن هو يسمع صلاتنا. إله أمانة لا جور فيه. تفضل يا أسيس. اتحد يا رب أمامك اثنين أو ثلاثة وكل المشاهدين عبر العالم يا رب، ونثق يا سيد الرب أن كل شيء خاضع لقدرتك الإلهية وسلطانك السماوي. نعم. أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أيوة. نقول للعدو ما لك ها هنا وليس لك رئيس هذا العالم يأتي. نعم. ليس له فينا ولا في العالم شيء. شيء يا رب نحن ندعو بقوتك وتطهيرك للعالم من كل الفيروسات، من فيروس كورونا ومن الأوبئة ومن الزلازل ومن البراكين والأمطار والسيول. أذكر رب الشرق الأوسط، مصر بصفة خاصة، ولبنان كما سمعنا التي تتعرض يا رب للسيول، وناس كتير بعد طلبات صلاة سقف اتخرم، ومياه يا رب بتملك الجراشات والبيوت والشوارع، لكن في اسم الرب يسوع تنحصر الأمطار وتنحصر السيول. حتى نحن هنا يا رب لدينا في كاليفورنيا صحيح أنه في احتياج شديد للمطر لأن الأرض كانت يابسة، وأنت ترسل مطر المبكر والمتأخر، لكن نصلي يا رب لأجل الأماكن التي تتضرر من هذه السيول والأمطار أنك توقف كل ضرر، لأنه دفع ليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض. أنت يا رب لك وبيك كل شيء قد خلق لمجد اسمك، أنك تحول يا رب كل ضربة مرض، وتحول يا رب كل ضربة في الطقس إلى تغيرات يرى جميع، زي ما أورشليم فعلا أعطيتهم في الموضع الأمين يا رب، أن يجلس عبدك حلقية الذي يشير إلى ربنا يسوع، ويكون الموضع الأمين الذي تزول كل الحروب وتغير كل الأشياء، وتجعل أرضنا يا رب كأرض كنعان، أرض جيدة تفيض لبنا وعسلا، وتنتهر الأزمات والضربات والاحتياجات المادية والاحتياجات الصحية، والذين في المستشفيات بسبب فيروس كورونا تشفيهم وتطلقهم، واللي بيسافر يا رب، فعلا إيطاليا ودول كتيرة وألمانيا
والقطارات يا رب اللي خبطت في بعض والضحايا، بنصلي من كل القلب يا رب انك ترسل روح سلام، ترسل يا رب روح جديد تشرق بنور وجهك على ارضنا يا سيد، شمس البر والشفاء في اجنحتها، تعالى بشفاء لكل نفس مصابة، طيارات ونفوس بتتحجز في الكارانتين، أخت من أستراليا يا رب بعت الرسالة خادمة أمينة ليك، ابنها محجوز في لندن بسبب هذا الفيروس ومش عارفة مكانه، بنصلي لأجلها يا رب، ده الابن الوحيد ليها ومحتاجة له جدا، انك ترجعه بالسلامة من لندن لاستراليا. ايضا يا رب طلبت صلاة لاجل شابة صغيرة اصطدمت يا رب بسيارتها في حادث اليم وهي في غيبوبة لها فترة، ان تقيبها يا سيدنا الرب وتلمسها، وان كان يا رب حدث تزحلق في المطر او اي خطأ والعربية عملت حادثة يا سيد، لكن إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. كثيرون ملقون يا رب في المستشفيات في حوادث وفي انتظار الحياة والشفاء من فيروس كورونا والشفاء من أمراض أخرى، وأيضا بيوت منكسرة وبيوت خربة وخالية، أباء معذبين في التعامل مع أبائهم مع أبنائهم وبناتهم، بنصلي يا رب لأجل المعذبين عائليا في المعاملة مع الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة، أنك تأتي يا رب بروح جديد يخلق وجه الأرض من جديد وتصنع الكل جديد، لأن منك ولك الكل قد خلق، ليس لينا يا رب لكن لإسمك أعطي المجد. بارك يا رب قناة الكرمة اللي بتوصلنا بالعالم أجمع، نشكرك يا رب لأجل عودة الأخ صموئيل ومؤتمرات أستراليا، ونشكرك يا رب لأجل استخدامك لي بصورة فائقة. بارك يا رب أخونا صموئيل وكل أحبائي خدام وخادمات هذه القناة الذين يسهرون على النفوس الليل والنهار، اذكرنا يا رب في هذا الوقت الذي يئن كل الخليقة تئن وتتمخض معا منتظرة استعلانك يا ابن الله، أن تستعلن بقوة، لأن الحاجة هي إلى واحد، الحاجة إليك أنت المخلص، الحاجة إليك أنت الشافي، الحاجة إليك يا رب أنك تكسر كل فخ وتطلق الجميع أحرار فخاخ الأحزان والأمراض والخطايا والشرور، ونقدر نهتف فعلا نقول عندما رد الرب سبي سهياوت صرنا كالحارمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما، حينئذ قالوا بين الأمم عظم الرب العمل مع هؤلاء، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. نشكرك أيضا يا رب لأجل كل التقارير المشرفة والناس يا رب اللي كانت بتتصل من سنين عن طريق قناة الكرمة وفتحت الأبواب، أعطيتهم بنين وبنات، وأعطيتهم أيضا يا رب أن يجدوا مكان سكن ورعاية، لأنك عظمت العمل معنا كل السنين الماضية، واثقين يا رب أن السنين القادمة حتى يوم مجيئك هي أفضل ونصرة وغلبة على كل أعداء راحوين وعلى شبن جليس الملك الذي كان يتآمر على صحة الشعب ويتآمر على قوتهم، وأن تعطينا اليقيم العهد الجديد شخص ربنا يسوع الموضع الأمين الذي فيه يزول كل تهديد وأمامه يزول الوتد، ويجلس فعلا نصير نرى العدو كلفيف الكرة يلف كراته وأسهمه ويبتعد بعيدا. بارك القناة واحفظها فيك وسدد كل احتياج روحي ومادي، واجعلنا نشترك يا رب في الصلاة لأجل عملك ونرى عظمة عملك وصنيعك. أمين أمين. يا رب بنباركك وبنعظم اسمك يا رب، بضم صوتي لإخواتي وبنيجي قدامك يا رب فعلا بقلب منكسر، وبنقول لك فعلا زي ما قال لك الشعب في يوم من الأيام، لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا
وكما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم هكذا عيوننا نحوك وتنتظرك يا سيدنا الرب. بنأتي أمامك نصرخ لأجل العالم يا رب، بنرفع أيدينا لأجل العالم، بنرفع قلوبنا يا رب، بنسكب دموعنا وقلوبنا أمامك لتتراءف على العالم يا رب، لتتراءف على الحيرة التي في العالم والنكبات التي أتت على العالم. كل هذه تصرخ وتقول أنك قادم على الأبواب، أنك آتي لا محال، لأن من زمان جدا بنقول عن قريب جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. ونحن نثق يا رب إنك قلت في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. نحن ننتظرك يا رب، لكن نصرخ إليك أن تأتي بجميع يا رب الذين يطلبون وجهك والذين يترجونك، لأنك أحببت العالم حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بك بل ينال باسم غفران الخطايا. يا رب خلص في هذه الأيام على كل حال قوم. يا رب افتقد كثيرين، خلي ناس كثيرين من الملحدين يعرفوا ان انت المسيطر على هذه الأزمنة، انت المسيطر على الكون. وان كان العدو يأتي كنهر لكن نشكرك لأن نفخة الرب تبيده. نأتي أمامك يا رب، انتهر هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة لكنه يرعب المسكونة يا رب، يرعب المسكونة. نحن نترجى وجهك يا رب، نترجى وجهك في أوروبا، نترجى وجهك في إيطاليا، نترجى وجهك في ألمانيا، نترجى وجهك في كل منطقة في العالم يا رب. أذكر فلسطين يا رب اللي فعلا ممنوعين إن هم يخرجوا من ديارهم. أذكر الجامعات اللي اتقفلت هنا، أذكر المدارس اللي اتقفلت هنا في أمريكا يا رب. فعلا كرب أمم بحيرة، لكن تعال في اسم الرب يسوع، تعال وقل كلمتك يا رب. كل من يأتي إليك ينال باسم غفران الخطايا ويكون لديه سلام، أننا إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب كل زوينا، كل أهالينا، كل أولادنا، كل أحباءنا، كل عائلاتنا، تعال بهم إلى شخصك العزيز المبارك فيعرفوك أنت الإله الحي الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. خلي كل الناس اللي بنصلي لأجلها تعرف من هو الإله المخلص، لأن للسيد الرب في الموت مخارج. في اسم يسوع نحن نترجى وجهك ونثق أنك تسمعنا، ونثق أنك حتما حتستجيب وتفرحنا باستجابات عظيمة وتعظم عملك في العالم وتأتي بكثيرين وملايين. هللويا. لكي يختبروا خلاصك يا سيدنا الرب في هذه الأيام. أذكر كل المقسي قلبه، أذكر كل المقسي عنقه، لأن المقسي قلبه بغتة يكسر ولا شفاء. ارحم 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 العالم وافتح عيونها على شخصك يا سيدنا رب. في اسم ربنا يسوع المسيح نشكرك لأنك تسمع وحتما ستستجيب، لك الكرامة ولك كل المجد. جالنا اختبار حلو أحب أشجع به الناس. أخت من مشاهدي ومعضدي الكرمة كانت بعتت طلبت صلاة عشان نصلي لأجلها لأنه البيت والجراج غرق في الأمطار الأخيرة، وبتقول الرب سمع الصلاة واستجاب وبعت حد يعني طلمبة كبيرة تقدر تصرف المية واتخلصنا من الفيضان. الرب يباركك، وبنشكر الرب لأنه مش بس اختبارات شفاء لكن اختبارات في وسط الفيضانات وبركة فوق المعتادة. أمين. مش عارفة، في معنا تليفونات. معنا الأخت نهال، أهلا بيك يا أخت نهال، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بيك يا أخت سلوى. أنا عايزة أقول هللويا ومليون هللويا على اجتماع الصلاة اللي أنا فيه دلوقتي. برحب بحضرتك، برحب بحضرة القسيس وكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب. أنا بجد هصلي طبعا، بس نفسي كلمة كده يعني على قلبي، عايزة أعلق على جملة حضرتك قلتيها في المقدمة تستحق إن احنا نبروزها. والجملة كانت بتقول كده، عايزين إيمان يغلب القلق.
وانا بقول ان الجمله دي ما اهمها في الايام دي اللي احنا طبعا عايشين فيها اضطراب في اضطراب في اضطراب زي ما حضرتك قلتي. ففعلا ما احوجنا اننا نكرر الطلبه اللي قالوها التلاميذ للرب يسوع، قالوا زد ايماننا. لان انا اكتشفت اكتشاف خطير اننا كمؤمنين بنبقى مكتفيين بالايمان اللي الرب اداهولنا، بينما الايمان ده عطيه من الله لازم نطلب من الرب ونقول له زودها يا رب. بالزبط. وعلى فكره لو طلبنا الطلبه دي بجديه الله مسره قلبه ان يستجيبها، لانه مش بس لاجل خاطرنا احنا ومصلحتنا، لكن لما بيزيد ايماننا اللي حوالينا بيتباركوا بيها. بمعنى ان العالم والناس العاديه اول لما بيحصل اي تجربه زي الامراض والاوبئه الكورونا وغيرها سيول وامطار واي تجربه من هذا القبيل، بنلاقي العالم ارتعب لانهم بيخافوا من النتائج ومن المجهول. لكن احنا مختلفين طبعا. مفروض نكون مختلفين، احنا اولاد الرب اللي اختبرنا معية الرب وحمايته وسندته وسط التجارب، ان هو مضمون مضمون. فالرب بيبقى نفسه ان المؤمنين يكونوا عدوى لغيرهم، عدوى. بصلي من كل قلبي ان احنا نعدي اللي حوالينا بالايمان اللي ملينا. وامين يا حضره القسيس اليكس، بحط ايماني على ايمان حضرتك. أمين. ان كل اللي حاصل في مصر او في البلاد العربيه عموما ده عربون للمطر المبكر والمتاخر، وهنشوف ناس راجعين للرب كل قلوبهم. وفعلا الايام ديت ايام شريره، لكن الرب هيطلع من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. مجدا للرب، هللويا. امين. تفضلي. ولو يعني انا فعلا دل على قلبي، لكن ممكن ارفع صلاه طبعا. ربنا فضل. يعني يبارككم. وانا فعلا بختم يا رب على كل طلب قالوها اخواتي المتصلين او الاسيس اليكس او الاخت سلوى بختم الروح القدس يا رب، لانك انت القادر وحدك انك بتسمع وتستجيب. مكتوب عنك انك سامع الصلاه، واليك ياتي كل بشر. انت سهران على كلماتك يا رب لكي تجريها، لا نخاف ولا نقلق. انت ليك السلطان، ليك الكلمه العليا. انت يا رب ليك الارض والمسكونه وكل الساكنين فيها. أمين. انت اللي انتهرت الريح يا رب وقلت بكلمه اسكت افتن. تقدر يا رب تحط حدود للاوبئه. وبأشكرك لانك انت اعطتنا هذا السلطان ان احنا ننتهر ابليس عدو الخير اللي تم خرابه الى الابد. ولن ياخذ ظلف من شعب الرب. يا رب قول كلمه يا رب فعلا كلمه استفاقه، فياتي شعب وشعوب يا رب جايلك. انت يا رب ساعات بتضيق علينا عشان نشعر. اشكرك لانك انت صاحب القلب الحنين. أيوة. صاحب يا رب الرحمة والرأفة اللي مش عايز حد يهلك لكن عايز الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. كلمة من عندك يا سيدنا الرب، كلمة من عندك منتظرينك يا رب بكلمة كلمة واحدة رب من سمك الطاهر، تقول فيكون، تأمر فيصير. أيوة. ونعطيك الكرامة وكل المجد لكل الاستجابة في اسم الرب يسوع المحبوب الغالي، ودي كل الكرامة والمجد. آمين. في اسم يسوع. مبارك اسم الرب. ربنا يباركك يا أخت نهال، وربنا يكافئك على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه. والحقيقة يعني الرعب اللي واقع على البشرية انهم خايفين من الموت. المشكلة ان كل الدنيا، لان في بيوت سمعنا عليها في احياء شعبية وقعت من الأمطار الشديدة اللي في مصر، فالناس خايفة جدا ومرعوبة من حاجة اسمها الموت. بس أنا عايزة أقول لكم زي ما كل فينا اتفق إن إحنا الموت عمره ما يرعبنا، وكل أولاد الله عمرهم ما يخافوا من الموت. بالعكس، ده الموت ده هو الكبري اللي بنعبر فيه إلى حياة وحياة أفضل. دي المحطة اللي بنوصل ليها أخيراً بعد جهاد في الحياة وبعد خدمة للسيد. هي المحطة الأخيرة اللي بنرسي فيها وبنرسي عليها لنكون معه إلى أبد الأبدين. علشان كده أنا بشجع كل خايف من الموت، اوعى تكون خايف من الموت. اجري على يسوع، اجري على المصلوب، اجري على الصليب وقول له ارحمني. أنا جاي عند الصليب وبطلب غفرانك وبطلب تغسل قلبي بدمك الكريم. بتوب قدامك يا رب من فضلك، املاني بروحك القدوس
هتلاقي كل الرعب، كل الخوف، كل القلق اللي جواك، كل الدق اللي في قلبك المتواصل هيتحول لسلام، وهيجي سلام الله الذي يفوق كل عقل، يملأ قلبك وفكرك في المسيح يسوع. أمين. أمين يا أسيس. هنرجع برضو. نعم، وصلنا برضو اختبار مشجع. أيه. طلب فضل. ان انا اقوله على قناة الكرمة. بتقول سلام المسيح أسيس أليكس، من حوالي 5 سنوات طلبت على قناة الكرمة بخصوص الابنة المدمنة، وكان رد انت وانت فانتظرها فهي ستاتي اتيانا، وكمان قلت ان بنتي هتبشر بعد كده، وفعلا كل كلمة خرجت من الفم اتحققت ونشكر يسوع، وهي كمان دلوقتي هتتخطب. مهم جدا ان احنا نتكلم زي الاختبار اللي جاء ده وننطق. ليه؟ لانه هنا لما بيقول على هذا الموضوع بيقول له الرب يطرحك يلفك اطردك من منصبك ومن مقامك يحطك. عاوزين نتكلم على بيوتنا نصرة، ونتكلم على بيوتنا غلبة، وكمان ألبسك ثوب الرب يعطينا ثوب الخلاص يشدنا بمنطقة، يعني محدش يفقد اتزانه في وقت الزلازل أو في وقت الفيضانات، لكن المنطقة تشير للاتزان الإلهي. وأجعل سلطان في يدك. الرب النهاردة بيعطينا سلطان على الأجواء المضادة، على كورونا، على كل الأوبئة. لكن ليس معنى السلطان أنا ما أخدش حذري، أو مثلا لو ممنوع سفر أن أنا أتحدى وأسافر أو أكسر القوانين. لكن هنا الرب بيقول السلطان ده، ده سلطان الرب يسوع يكون أب لسكان أورشليم. أيضا لما بيتكلم يعلق كل مجد بيت الآب، الفروع والقضبان، كل آنية صغيرة وآنية كبيرة. يعني مهما كان إيمانك فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف، الرب النهاردة مهما يقول مهما كان هذا الإناء صغير أو كبير هيتكلم عن مجدي في ذلك اليوم، يسول الودد المثبت في موضع أمين ويباد الثقل. لو أنت على نفسك أثقال أو على نفسك أي شيء، إحنا بنصلي النهاردة فعلا يباد ثقل فيروس كورونا، يباد الثقل بتاع الأمطار والسيول، ويجي الرب بموضع أمين في شخص ربنا يسوع، لأنه اسمه فيه النعم والأمين لمجد الله بواسطتنا. جت بتصلى أيضا من الأخت ناردين، بتطلب صلاة، بتصلي لأجل، ممكن بتصلي لأجل، طلبت صلاة لأجل خاله إيليا يعمل عملية في المخ، وصلاة من أجل جد صلاح عنده إرهاق جامد، الرب يشفيهم، والجو في مصر في بلادنا حالة صعبة، والرب يشفي الجد ويشفي الخال ويملأكوا حياة وحياة أفضل في اسم الرب يسوع. ناخد مكالمة حق الأسيس. معنا الأخ إسحاق من الأردن. أهلا بيك أخ إسحاق، حضرتك على الهواء، تفضل. أهلا سلوى، مساء الخير عليك. مساء الخير، أهلا بيك. ازاي جناب القسيس؟ مساء الخير. أهلا 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 أخ إسحاق، ازاي جنابك؟ نشكر رب. ازاي حضرتك؟ يا رب يباركم. انا اتحد معاكم واقول لكل انسان قلقان ارمح على المسيح، اسم رب برج حصين. نعم. ينقض اليه صديق وتمنى. مظبوط. هللويا. احنا فعلا مضطربين، واحنا فعلا بنقلق، ما كناش بنقلق على اشخاصنا بذاتها، بس بنقلق على اطفالنا واحبائنا واهلينا في مصر واولادنا الاطفال. لكن احنا حطينا دم المسيح على البيت، غطى القربتين والعتبة العليا. أيوه. فيرى الملاك المهلك فيعبر. يس. هللويا. نحط أولادنا وبيوتنا وممتلكاتنا تحت سيادة رب وحده، مفيش حاجة تقدر تحمينا إلا اسمه. هو برج حصير يأخذ. أيوه. إليه الصديق وتمنى. هللويا. يس. أنا أتحد معكم في صلاة قصيرة. فضل. يا رب يسوع المسيح أبو رأفة وله كل تعزية، نسألك يا رب باسم المسيح. أيوة. في هذه اليوم يا رب المضطرب، كل إنسان فقد عليه، فقد عزيز عنده يا رب، أنت تتلامس معه وتديله التعزية من الروح القدس. يا رب يسوع المسيح، كل إنسان فقد عمله أو فقد أي شيء خاص بي يا رب، تديله تعويضات 100 ضعف زي ما زرع ابنك يا رب يعقوب وأصاب 100 ضعف إسحاق وأصاب 100 ضعف. يا رب أنت تعود، يا رب أنت إله التعويضات، مكتوب عنك
أنت يا رب تعطي وتعطي الجميع بسخاء ولا تعي يا رب في هذه الأيام المضطربة. يا رب أنت ما وعدتناش بحاجة غلط، أنت قلت هتكون أوبئة وزلازل ومجاعات وبراكين، ولكن يا رب أنت قلت من يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. يا رب وإحنا على هذا الإيمان يا رب نثق فيك، لأنك أنت محبة أبدية أحببتنا، ولذلك أدمت لنا الراحة والحياة الأبدية فيك. شكرا. يا رب علمنا وعيشنا فيك وبيك يا رب حتى نتلذذ، لأنك أنت يا رب صانع السماوات والأرض، من ذا الذي يقول رب لم يغفر؟ أنت يا رب أمرت مش بكورونا، أنت أمرت ببركة للعالم، أنت أمرت يا رب أن تتزعزع قوى إبليس، ويعلى صوت الحق وصوت يسوع يتجول في بيوتنا وصفوفنا، ويا رب تنهي كثيرين أبطال، أن يا رب ركاب الزاحفة أقوى من الجيوش المسلحة يا رب. نحن يا رب نعلن سلاحنا الإيمان والصلاة، ونثق فيك يا فيك يا رب، لأنك أنت يا رب محب البشر تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أمين. انت رب صالح ومرحمتك لا تزول وهي جديده في كل صباح، لان عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. نعلم سلطان يسوع المسيح على مصر، على شوارعها، على بلادنا العربيه، على كل يا رب الممتلكات اللي ابليس بيسيطر عليها وبيشتت الناس، بيقول لهم فلوسكم ضاعت، ممتلكاتكم ضاعت، كل حياتكم ضاعت. لا، احنا ما فيش حاجه هتضيع مننا، احنا غالبين، احنا هللويا. اعظم المنتصرين في اسم يسوع. ايوه شكرا لك يا رب لانك استمعت واستجبت لا استحقاق فينا بل لشفاعه ابن محبتك، ولك يا ابانا كل المجد والحمد هللويا والعظمه والاكرام من الان والى الابد. امين. مبارك اسم الرب. شكرا على الصلاه الرب. شكرا يا اخي اسحاق، رب يباركك ويستخدمك في اسم الرب يسوع. هللويا. عارف يا اسيس اليكس، احساسي الشخصي ان ده جرس انذار بيقول توبوا وارجعوا تمحى خطاياكم. ثم كلمة ثم دي الفرق. يعني كلمة مهمة جدا. ثم تأتي أوقات الفرج من عند الرب. إذا كنا عايزين أوقات فرج تأتي على حياتنا أحبائي، خلينا نتوب ونرجع للرب. الرب يدينا توبة داخلية جوانا في اسم الرب يسوع. أنا مش بقول كده علشان الناس بس الملحدين أو الخطاة، المؤمنين عايزين يتوبوا. صدقوني لو احنا توبنا قدام الرب التوبة حقيقية، الرب حيباركنا وفعلا هيخلي الواحد فينا بألف. والاثنين بربوة في اسم الرب يسوع. عندنا طلبات صلاة كتيرة حتى الأسيس، وأنا معايا شوية طلبات من السوشيال ميديا وطلبات من عندنا، فتحب تبتدي وأنا شوية أريحك وأكمل. في شفاء لأجل إزيس، ألم في الظهر والرجلين، بنصلي يا رب ضد كل ألم وكل معاناة، ونثق يا سيد الرب أنك تصرف الألام والأوجاع. ويوسف الوالدة عندها فلو، بنصلي يا رب ضد كل فيروسات الإنفلونزا وكورونا والفيروسات المعروفة والغير معروفة، وبنشفاء من أجل الطفلة سيبلين وبيتر. مينا عايز يسمع صوت الرب من أجل الزواج. صوت الرب موجود في الكتاب انه احب المسيح الكنيسه، اسلم نفسه لاجلها، والمراه فلتحب رجلها ولتاب. المحبه دي بتكون نقيه من قلب طاهر بشده، محبه فيها يصير الاثنين جسد واحد، لا يطلب كل شخص ما هو لنفسه بل ما هو لاخرين. الاسس الكتابيه اللي بنحطها في الزواج والارتباط انه ما فيش شركه للنور مع الظلمه. احيانا لما بيبقى اكتشاف لخطايا في الاول فتره الخطوبه، اما يتم توبه عنها ويتم رجوع للرب، والا الله لا يشفي على عسب. احيانا بنقول معلش وبنغطي، لكن كويس انه فتره الخطوبه فتره اكتشاف كل طرف للاخر علشان يكون في اصلاح ويكون في صلاه. وايضا نصلي ونصوم لانه ده امر شائك بيتضمن الحياة كلها. أيضا رضا الوالدين في الزواج شيء مهم. كتير الأب بيقول رأي والأم بتقول رأي، واتفاق الأب والأم على الرأي وطاعة الأبناء للرأي. الرب بيدي الحس النبوي وحس في الأب والأم للاختيار الصحيح. ويعني الكتاب لما بيعلمنا أن احنا نطيع والدينا في الرب، أخذ رأي بابا وماما ما أهملش. لا، مش مجرد في ناس
لما تيجي تتجوز يقول لك بس I fell in love، المحبة كفاية، بس المحبة بتفرح بالحق. أنا بشوف فين العلاقة دي من كلمة الله، فين العلاقة دي من طاعتي لأهلي، لأنه الأب والأم الروحيين بيرشدوا صح. في ناس يقول لك لا الحب ده أهم حاجة، أنا مش هسمع كلام حد، وده رأيي وده نهائي وده قاطع. طبعا الرب يدينا نعمة ان احنا نكون طائعين. تفضلي معنا الاخت فريال. اهلا بيك يا اخت فريال، تفضلي حضرتك على الهواء. الو اخت فريال، سمعنا؟ في مشكلة في الخط يظهر. اخت فريال سمعنا؟ الو اخت سلوى، اهلا بيك. سلام نعمة المسيح معاكي اختي العزيزة والاخ المبارك. اهلا اخت فريال، اهلا بيك اختي الغالية. بس عندي تعليق بسيط، من سمعنا بفيروس كورونا صدقيني الى حد هذا اليوم انا فكري مشغول بشيء اخر اعظم من فيروس كورونا، اللي هو فيروس الخطيئة. طبعا فيروس كورونا أختي سلوى أنا أقول وأكرر، إحنا بالنهاية كل إنسان راح يموت، يعني الـ 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 العمر هو رقم، لكن نهاية الإنسان بعد ما يموت بالضبط نهايته الأبدية وين راح يقضيها. طبعا هذا المهم، هذا الخطر. نشكر الرب إلهنا ومخلصنا، إحنا المؤمنين بالرب يسوع المسيح عارفين وين راح نروح. طبعا عندنا يقين الخلاص، عندنا المخلص الرب يسوع المسيح. لكن انا حابه طبعا اضم صلاتكم واخوتي المباركين، وانا اسال الرب يسوع المسيح من اعماق قلبي وبكل ايمان ان يحمي العالم من كل الم، من كل وجع، من هذا من فيروس كورونا، من كل شيء اللي يسبب له الألم، ويحميه ويشفي كل مريض، يجبح كل جوعان، يروي كل عطشان، يخلص كل نفس. أمين. لكن صلاتي المهمة أيضا خلاص النفوس، لأن الرب يسوع المسيح يريد خلاص النفوس. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب ويأتي إلى الرب يسوع المسيح. بالضبط. فصلاتي أنه أشكرك يا ربي وإلهي وسيدنا مخلصنا يسوع المسيح. إنك الإله الحي، أنت هو الأمس واليوم. نعم. وإلى الأبد. لا تتغير ولا تتبدل، إليك يلجأ كل البشر، وعندك يرتاح كل من يقبل إليك، يقبل إليك. باب رحمتك لا يزال مفتوح. أمين. وأنت قلت بسمك الطاهر القدوس تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. قلت بسمك الطاهر تعالوا، لم تقل اذهبوا وأعطوا وأعملوا وتدينوا، لا، فقط تعالوا للرب يسوع المسيح وارتموا عند قدميه، ارتموا عند الصليب، هو يغفر خطاياكم، قطرة من دمه الطاهرة يغفر خطايا العالم كله. فهذا فيروس كورونا أنا أسأل الرب، لأنه دائما إحنا عندنا إيمان كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فهذا فيروس كورونا جرس الإنذار لكل خاطئ، لكل إنسان بعيد عن الرب يسوع المسيح. نعم. أن يقبل اليوم قبل بكرة، يقبل أن الرب يسوع المسيح مخلص حتى يضمن الغفران والسلام والحياة الأبدية، لأن بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. وأحنا في الأزمنة الأخيرة أرجوكم أتوسل إليكم باسم يسوع، تعالوا توبوا، ارتموا عند قدميه، ارتموا تحت الصليب، آمنوا به، أخذوني الرب ومخلص على حياتكم، ما راح تخسرون، راح تكسبون الحياة الأبدية مثل ما احنا كسبناها واحنا فرحانين. إن كان الموت، إن كانت الحياة، ربح في المسيح.
الرب يبارككم باسم يسوع. شكرا فريال. ويسمع صلاة الرب يسوع يستجيب. شكرا الرب يبارككم. أمين يا أخت فريال. الرب يباركك فعلا. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أحبائنا هنطلع فاصل هنسمع فيه ترنيمة حلوة وهنرجع نكمل معاكم وهناخد طلبات صلاة وهنكمل طلبات الصلاة اللي معنا. ابقوا معنا. إليك بذنوبي عند صليبي.
خلقني بروح طاعة وقد خطاي آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا ليا مين غيرك واروح لمين غيرك أنا ليا مين غيرك واروح لمين غيرك أنا آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك أهلا بكم أحبائي المشاهدين مرة تاني وأنا آتي إليك. خلي كل واحد النهاردة يقول له أنا راجع لك تاني، راجع لك يا رب من كل تعبي وكل عدم إيماني وكل أحزاني، وبطلب منك قوة جديدة وبركة جديدة لحياتي. أهلا بك قسيس أليكس. أهلا أختي، رب يبارك حياتك. بارك حضرتك رب. بتقول في طلبة من الكويت. صلاة من الأخ الكويت. أبو بينا من الكويت بنرحب بيك، بيقول مساء الخير، رب يسوع المسيح يبارككم، اتحد معنا في الصلاة وبنصلي لأجله بالكويت، لأجل القولون والضغط عالي وهو وأهل بيته. نشكرك يا رب لأجل أحبائنا مشاهدي الكرمة في الكويت وفي العالم العربي والعالم أجمع. بنصلي يا رب أبو مينا في اسم الرب يسوع، تعطي قولون جديد وتعطي جهاز هضم جديد وتعطي جهاز يا رب فعلا يعمل بصورة صحيحة في اسم الرب يسوع. باركه هو وأهل بيته، وبنصدق يا رب ونثق في أنك تصنع معه الكل جديد الآن. كل مريض ضع يدك نحو الشاشة، ضع يدك على مكان المرض ومكان الوجع، قل له أؤمن أيها السيد الرب والملك أن تخرج قوة للشفاء، قوة للحرية، قوة لكي ما أعلن أن كل فخ انكسر، من سيشتكي على مختار الله، قوة تخرج لشفائي، قوة تخرج لحريتي. نشكرك يا إله كل بركة. مكتوب في مزمور 104 كده، ادعو الرب وقوته، ادعو الرب وقدراته، قل له يا رب أنا بشكرك لأجل قدرتك الموجهة نحو خلاصي، نحو أمراضي، نحو أهل بيتي. أشكرك يا رب لأنه لا بقدرة بشرية ولا بقوة إنسانية، لكن بالروح القدس أعلن أنني أنال قوة أنا وأهل بيتي كوعدك القائل، لكنكم ستنالون قوة ما تحل عليكم الروح القدس وتكونون لي شهود. قل له هنكون شهود قوة، شهود بركة، شهود إعلان، شهود لشفائك، لعمل نعمتك. آمين آمين. ناخد باقي طلبات. شفاء لأجل نصلينا لدي طلبة دي. بعض طلبات من السوشيال ميديا، شكرا دكتورة ليديا. فريال، رب يحمي بلادنا من كل شر، ولادنا من كل شر، وشفاء المرض. الله محبة مرسلينه، بنصلي للعائلة والزوج ويحل المشاكل. حماتي صعبة خالص، طردتني أنا وجوزي وعيالي، وكانت مقعدانا في شقتنا بالإيجار 7 سنين برا ما شفتهاش، وحاجة عيالي والزوج ما خدناش أي حاجة،
وطردتنا، الرب يرجع كل حق مظلوم، هو إله عادل ويعطي قلب أمة ويعطي قلب جديد، والرب يرد كل ما سلب وضاع. ماريانا صلى لأجل عندها ضيقات مادية شديدة، التزامات صلى لأجل الدراسة والنجاح، الابن والبنت والرزق للزوج. في اسم الرب يسوع نضع رب أمامك كل العائلات المحتاجة ماديا وروحيا ونفسيا، وانت يا رب أوقات الفرج الذي له مفاتيح داود. يا رب احنا بنصلي لأجل في كل ضيقة نتضايق وترسل حضورك وملاك حضرتك الآن. يا رب تصنع معجزات روحية ومادية وشفائية، ونثق يا رب الإله الكامل صنيعه في كل شيء اللي قال قد أكمل على عود الصليب، يسدد ويخرج شعبك من كل ضيقات. أمين يا رب. مريم ميخائيل نصلي لأجل الصحة والسلامة والبركة والثبات في الإيمان ليكي والأولاد والأهل، وشفاء العصب الوركي للبنت والزوجة، وصلاة لأجل أحفاد وأحفاد أختي، وصلاة لشفاء كل الناس روحيا وجسديا، وسلام العالم في اسم الرب يسوع. صفاء صلاة لأجل ابن فادي، الرب يتمم الشفاء، يعطي السلام ويفرح ويجعلني أنام كويس، لأني مش بقدر أنام من غير منومات. الرب بنطلب يا سيد الرب نوم هدوء ونوم خالي يا رب من أي سليب أبنية أو أي منغصات، ونعمة وتمم الشفاء لكل هذه النفوس. استأذنك في مكالمة حضرة القسيس. معنا الأخت مفادي من أريزونا، أهلا بك يا أخت مفادي، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بك يا أخت سلوى، أهلا وأهلا بالضيف اللي معاكي القسألك. أهلا بك. هذا صاحب بيت. أنا عندي اختبارات كثيرة بس الوقت مقصر، وأنت مقلتم على مود أشارك بالصلاة. تفضلي ولينا اختبار وصلي. يا رب أنا آتي إليك وأشارك أخوتي وبالصلاة وأطلب إليك يا أنت رب. يا من قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والتقيدي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب نأتي إليك وننتهر مرض الكورونا هذا الوباء. يا رب ننتهر باسمك، منك نطلب ونثق يا رب، نثق باسمك يا يسوع المسيح يا رب، نثق أنك تسمع وتستجيب، أنك معانا دائما في كل حين يا رب. أنت قلت أني قد غلبت العالم، وإحنا غالبين معك وفيك يا رب غالبين. آمين يا رب، نطلب منك وأتحد معاكم بالصلاة دائما من أجل انتهار أي مرض، كل الأمراض مو بس كورونا. وأشكركم على سماع صلاتي. طب أخت مفادي شجعينا باختبار من اللي عندك. قولي لنا اختبار استجابة صلاة كده عشان لمجد الرب، ماش نصلي كأننا بنضرب الهواء لكن الرب بيستجيب. 2016 طلع بينه مرض الكانسر بالبنكرياس، وكان استحالة يعني أنه 20% نسبة النجاح و25 اللي عندهم تشانس، وسواها ونجي وحلم بيسوع وحلم بأبونا مكاري يونان. وبعدين كان همينا مرة كنت مؤتمر بسان دييغو شفناك، هم صليت على مود نتيجة من النتائج وهم طلعت زينة، واستمروا بصلاتكم معانا. أشكركم. شكرا أم مفادي، ربي يبارك. أمين يا مفادي، ربي يباركك يا حبيبتي ويستخدمك أكتر. هللويا. شكرا لصلاتك. تفضلي حد الأسئلة. نصلي لأجل مادلين، شفاء المرضى أكرم عادل، والدته مادلين محفوظ وربنا يفرح القلوب. فاطمة جعفر بنصلي لأجل الرب يشفيك أخت فاطمة من وجع الرأس، والأولاد الرب يحمي العائلة من كل الأمراض ومرض كورونا، ويحمي كل الشعب وتيسير الأمور للسفر. مبسوطين نسمع منك أختي فاطمة واشتراكك معنا في الصلاة، ونثق فعلا يا رب أنك تنتهر كل ألم الرأس. والأخت فاطمة هي وبيتها يعبدوا الرب من كل القلب، وتفتح أمامهم جميع الأبواب المغلقة. تركيا العجوري نصلي لأجل أخت بدها تعمل عملية العصب مقطوع بيدها للكل إنسان مرضان. نصلي لأخت تركيا لأجل هذه الأخت، الرب يشفي العصب المقطوع ويوصل الأعصاب
ونثق رب في معجزات للأعصاب والمخ وكل احتياج الآن. جون يوسف نصلي للذبيلة، الرب يدبر الأمور، يرفع الضيقة ويرفع الألم والعظام والأسنان، وميري يختار الصالح ويجعلها من ورثة الملكوت. مايكل حوت أصلي لأجل الرب يشفي المرض، أكبر مرض من الخطية، صلي لي عشان يسوع يسامحني، ده شيء عظيم أنه بيطلب غفران الرب وخلاص الرب، وبيقول أنه تعبان قوي. لو أنت سمعنا أو أي حد تعبان من أي خطية أو أي عبودية، ارفع ايديك للسماء وصلي معنا الصلاة دي. شيء رائع أخ مايكل أنك بتطلب الغفران وبتطلب الخلاص وأن الرب يسامح، أو الرب سامحنا على عود الصليب وإحنا بنقبل غفرانه. ولما بيقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، في المسيح عندنا قدرة أن احنا نقبل الغفران وستر الخطية. كل واحد محتاج للصلاة دي، يقول له يا رب أنا باجي أمام صليبك وقوة دمك وعمل خلاصك، أودع يا رب كل خطية. نحن لا نقدر من أنفسنا ولا نقدر أن نصنع شيء، لكن نثق رب أننا في المسيح يكون خليقة جديدة والكل يصير جديد. أشكرك رب أنك تنسجنا من جديد في المسيح وتصنع الكل جديد ويصير الكل جديد، لأن احنا لبسنا الجديد الذي يتجدد. أشكرك يا سيد الرب لأنك تغير التفكير وتغير طريقة الحياة وتغير الأسلوب وتعطي قلوب جديدة وأرواح ونفوس جديدة. الراعي الصالح لأجل ربنا يتمجد في الحياة ويستجيب الصلاة. غادة ناصر لأجل عائلة، الرب يبارك البنات والعائلة. ودومي الرب يتدخل في الحياة بقوة ويعطي توجهات حياتك الاجتماعية والدراسة. نجمة بنصلي أن الرب يرحم شعبه ويغفر ويرفع شعبه فوق كل مرض وجع. أمين. في اسم الرب يسوع نثق ونؤمن. ناخد بعض الطلبات برضو اللي جت من الكنترول. سامويل عنده فاينانشال بروبلم، مشاكل مادية ومشاكل مع الزوجة والابن، على الأدوية و spend so much money في الميديكيشن. يا رب احنا بنصلي لأجل كل عائلة مستنزفة في مصاريف الأدوية وفي العلاج. يا رب بنيجي يا رب نتجه إليك، أنت الرب شافينا، الرب الذي وعده يشفي جميع أمراض، يفدي من الحفرة الحياة. يا رب احنا بنفدي أنفسنا أمامك، اللي بيمر بمشاكل مادية ومرضية ومشاكل زوجية ومشاكل لأجل مرض أبناء أو بنات أو خلافات. نثق رب أننا نضع كل عند قدميك. ونعم رب الجزء اللي قريناه في أشعياء 22 أنه في الموضع الأمين، في الشخص الأمين، في شخص ربنا يسوع، في حاجة اسمها يباد الثقل. مش أن احنا نحمل شوية منه أو نحن نشيل شوية وانت شوية، لكن احنا بنيجي إلى الموضع الأمين في ربنا يسوع. إبادة أثقال المرض، إبادة أثقال الديون، إبادة أثقال الخطية، يا رب. إبادة الأثقال مش حمل الأثقال. أنا عارف أن خلتك معاكي طلبات، تفضلي. صلاة لأجل طبعا مصر والأمطار الغزيرة والسيول، وصلاة لأجل بيروت فيها سيول وهيروكين أيضا، وصلاة لأجل الخيانات الزوجية التي تدمر البيوت. صلاة لأجل التعصب في الأشغال وخصوصا مع المسيحيين، ورفض حقوقهم في الترقيات لإزالتهم لإزلالهم. صلاة لأجل الأخت فايقة، وقعت وعظمة الفخذ انكسرت وعملت شريحة ومسامير، وهي حاليا في الرهاب. الرب يتمم شفائها وترجع لبيتها بالسلامة. صلاة لأجل أسرة تحتاج أن يتدخل الرب في أمورها ويحل المشاكل والأمور المستعصية التي أمامهم، ويأتي بسلامه على قلوب جميع أفراد هذه الأسرة. صلاة لأجل ديفيد 20 سنة وبعيد عن الرب كل البعد، الرب يرد نفسه ويخلصه.
صلاة لأجل جيمي 21 سنة يعاني من الاكتئاب. صلاة لأجل سالم جاءته جلطة في القلب وفي الرئة وهو في المستشفى في حالة حرجة. أم تطلب صلاة لأجل أولادها أن يختبروا خلاص المسيح ويكرمون اسمه، وتطلب شفاءات لأولادها الثلاثة، الشفاء من قرحة في الأمعاء. صلاة لأجل طفل عمره 13 سنة عنده توحد، وصلاة لأجل طفلة عمرها 3 سنين ونص عندها توحد برضو، وأخوها سنه سنتين يعاني من التوحد أيضا ولا يأكل إلا أكل مطحون فقط. صلاة لأجل شاب يريد الارتباط بشخصية غير مناسبة على الإطلاق للأسرة، والأسرة حزينة جدا. صلاة لأجل ماجد عنده نزيف في المعدة. صلاة لأجل شاب عنده امتحانات البورد وينتظر معونة الرب له ونجاح. صلاة لأجل مش عارفة ايه، شفاء الأخت دولة، طبعا إتمام شفاء الأخت دولة عبد الشهيد لتستطيع الحركة والمشي كما كانت من قبل. الحان عندها انترفيو يوم الخميس القادم، وتصلي لأجل الارتباط بشخص مؤمن وخادم وأيضا متعلم. من السوشيال ميديا أسيس، صلاة من أجل أختي ربنا يفرحها بالنسل الصالح، وأخت زوجي برضو ما تحتاج نسل صالح، وبنت عمي من أجل زوجي مش عارفة يسدد الاحتياجات والديون، وصلاة لعائلتي وأولادي الرب يحفظهم في اسم يسوع يتمجد في حياتهم. في حد بيطلب يا رب احمي أولادك من مرض الكورونا، حد بيطلب صلاة. علاء بيقول نحتاج صلاة عشان ربنا يصبرنا على فراق أخي الشهيد أشرف، ربنا يرحم ويعزي. صلاة لحماية الرب لبلدنا وبيوتنا من كل مرض ووباء ويفرج ضيقاتنا. في بسمة بتطلب صلاة برضو، وعايدة بتطلب محتاجة صلاة من أجل زوجة ابني عندها ارتجاع في المريء وتعبانة، ومن أجل ابنتي ريتا رب يشفيها من كل تعب وتشكو، كل تعب بتشكو منه. وصلاة من أجل أرملة، أخت أرملة، وطبعا أولادها اللي هم الأيتام الرب يعني يخفف الأعباء اللي عليهم. ومن أجل واحدة، حد طالب صلاة من أجل زوجي الغالي وصحته وسلامته، وسلام لكل أهل بيتي لأني ما أعرف ماذا به. صلاة إن رب يحمينا ويحمي أولادنا وعوائلنا والعالم من كل الفيروسات والأمراض، وشفاء المرضى في العالم لأن هو الطبيب الشافي. صلاة الرب يحمي أولادي من كل مرض، ربنا يسمع الصلاة. أمين. صلاة من أجل قبولنا بالسفر، تعبنا ننتظر 5 سنوات ونص، صلواتنا الرب يفتح الأبواب ويفرحنا ويزيل ضيقتنا. قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين. صلاة من أجل إن الرب يعطينا النسل الصالح. أمين. يا رب احنا تفضلي حضرة الأسيس. نضع رب هذه الطلبات أمامك يا سيد الرب، بنصلي لأجل الجلطة والشفاء، وسالم يا سيد الرب أنك تعطيه نعمة أنه يقدر يقوم. يا رب كل أمراض الجلطات والأوعية الدموية ترسل قوة دم يسوع يذيب كل الجلطات. أيضا يا رب الأمة اللي بتطلب شفاء القرحة للأبناء، أي أمراض متوارثة أو أي أمراض يا رب نتيجة الاسترس أو ضربات تشفى باسم الرب يسوع. ليس لينا يا رب، لكن بنضع اسم الرب فوق كل اسم وفوق كل رياسة وفوق كل مرض. أنت تضمن الجراحات بحبرك، شفينا بقوة دمك يا رب. وعدك القائل حملت أمراضنا أوجاعنا تحملتها لكي لا نحملها مرة أخرى، لكن إذ حملتها مرة على الصليب نودع أمراضنا عند صليبك وأحمالنا. أيضا يا رب الشخص الارتباط الغير مناسب، بصلي يا رب لأجل كل شخص وكل شخصية، كل شاب وشابة مقدمين على الارتباط أو حتى في السن الكبير،
أنك تعطي يا رب فعلا المرأة الفاضلة التي مكتوب عنها من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ، لكل شاب يكون فعلا رأسه المسيح، وتحمي من كل خداع، وتحمي يا رب من كل غش وكذب، وتعطي فعلا يا سيد الرب الرجل الذي رأسه المسيح ليكون جسد واحد مع شخصية أيضا تتحد معه في الرب، وتنجي يا رب من كل ارتباط للظلمة مع النور ولا المسيح مع بلعال، تطرد يا رب كل ارتباط لا يليق باسمك. أخونا ماجد تشفي النزيف، منتظرين نتائج بورد أو نتائج يا رب في الثانوية أو امتحانات في الجامعة، الماجستير الدكتوراه، إله السماء يعطي النجاح. أختنا الغالية دولة يا رب بنشكرك لأن لأجل إيمانها العامل بالمحبة، وبنصلي أنها فعلا يا رب تقوم بيك، تحيا وتتحرك وتوجد. الأخت ألحان الرب يفتح أمامك أبواب الارتباط واللي بيطلبوا الارتباط والنسل الصالح، أنت قادر الرب، البنون هم ميراث من عند الرب يا رب، وتسديد كل احتياج نفسي وروحي. أيضا يا رب كل بيطلبوا حماية من مرض كورونا، احنا بنطلب حماية عالمية كل مشاهدينا يا رب. صحيح أنا كنت سمعت التعبير ده النهاردة أن الكورونا at the finger tips، يعني الميديا يا رب والأخبار بتقول أنه على أطراف الصوابع، لكن إحنا يا رب أجسادنا مقدسة. شكرا. يا رب إحنا بنغسل كل أجساد المؤمنين وكل من يدعو باسم الرب يسوع، وبنقول لك يا رب هذه الأجساد هياكل مقدسة لي، لأننا هيكل الله وروح الله يسكن فينا، مصدر الروح السماوي ومصدر الروح القدس يطرد ويحمي. نشكرك يا رب لأننا بنرش دم يسوع على رؤوسنا وعلى أعضائنا ومرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، وبرش دم يسوع تتطهر البيوت وتتطهر النفوس وتتطهر الأوطان يا رب. كل من يدعو باسم الرب، دي دعوة. إن كان الفيروس ده شفنا ممثلين عالميين وناس لها مكانة كبيرة في العالم بتجيبهم نشرات الأخبار كل شوية، والطيارة اللي بيلاقوا عليها واحد مصاب بهذا الفيروس بيحجزوا الناس كلها في مكان عزل أسبوعين أو أكتر. فلكن يا رب نثق يا سيد أن احنا مخلوقين فيك لأعمال صالحة سبقت فعددتها لنا. أجسادنا مش مخلوقة الفيروسات ولا مخلوقة الأمراض، لكن مخلوقين لنمجد الله في أرواحنا وأجسادنا التي هي لله. يا رب احنا بنمجدك في كلامنا وبنمجدك في أجسادنا لأنها مش ملك لينا، لكن ملك لذاك الذي خلقنا على صورة الابن الوحيد، مخلوقين على صورة الله ومثاله، واللي مخلوق على صورة الله لا يمس الشر. أنا بدعو كل واحد لا يؤمن بوجود الله، إحنا في احتياج لقوة، إحنا محتياج لخلق. أنا بدعو كل شخص حاسس برعب وحاسس بخوف وما فيش حماية، أحسن حماية لينا في هذا الوقت من كل الدمار، سواء بزلازل أو أمطار أو سيول أو البيوت اللي بتقع أو الفيروسات، كل شوية بيطلعوا لنا أسماء جديدة. أحسن حاجة أن إحنا نرجع إلى الرب، ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب، يرجع إلينا بقوته، يرجع إلينا بخلاصه، يرجع إلينا بشفائه بحمايته بقوة دمه. ده أفضل وقت إن كان كل الخليقة تحدث بمجد الله، خليك في الخليقة اللي بتتكلم عن مجده، بتتكلم عن آياته عن عجائبه، خليك في مكان الحماية. بصلي أيضا لأجل اللي بيطلبوا النسل ولأجل عائلة الشهيد أشرف، الرب يعطيهم الصبر ويعطيهم تعزيات السماء في فراق أخونا هذا الشهيد ويتنازل إليهم. أيضا لبنان وبيروت ومصر وكل الدول العربية المنصابة في هذا الوقت بسيول وفيضانات أو موضوع هوريكين التنين دور، في اسم الرب يسوع تطرح التنين العظيم إبليس وملائكته، وانطرح التنين يا رب عن الدول العربية التي يهددها. وفعلا يا رب يا من غلبت الموت، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك؟ نثق رب أنك تغلب هذا التنين
فالرياح الرملية والأمطار والعواصف أمين. والزلازل والبراكين والبيوت اللي بتدمر والقطرات اللي بتدخل في بعض. ونثق يا سيد الرب أن التنين انطرح في البحر هو وكل قواته وفقد سلطانه أيضا أمين. يا رب لأجل بسمة وعايدة والارتجاع والأرامل والأيتام اللي طلبوا الصلاة بنتحد أمامك ونثق يا سيد في خلاصك وشفائك وتحريرك. آمين. رب يباركك يا أسيس أليكس. شكرا ليك. رب يكافئك ويعوضك في اسم الرب يسوع. شكرا ليكم أحبائنا المشاهدين لأجل متابعتكم. هنكمل صلاة وعندنا يوم صلاة يوم السبت. هنكمل صلاة لأجل تلبط الصلاة الباقية وباقي تلبط الصلاة اللي عندنا. صلوا كمان لأجلنا لأننا نحتاج صلواتكم. الرب يبارككم ونلتقي بكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء. اطلب تلاقي حلو التلاقي معاه قوي بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى الارض لو متشققه عنده السواقي اطلب تلاقي وما تتسنج اطلبوا هتلاقي وعد